بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 37 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا الأخ أبو أحمد مقيم بالرياض يقول: قرأت مقالة يا شيخ بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. السؤال: هل هذا الجريان حسي أو معنوي؟ وكيف يتغلب الإنسان على نزغات الشيطان؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الشيطان لعنه الله عدو الإنسان، وقد تعهد بإهلاكه مهما أمكنه ذلك، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو مبين، حذرنا الله جل وعلا منه. وأما أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا ليس كلاما للناس، وإنما هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو جريان حسي يلابس الإنسان ويمسه ويخلط عليه ويضره، يدفع شره بالاستعاذة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. والرب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فيدفعه بالاستعاذة بالله من شره. فإذا قرأت القرآن: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا غضب، يدفع الغضب عنه بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. وكذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كل ما هم بسوء أو حضرته حالة فيها شر أو فيها انتقام من الناس، إنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك عندما يوسوس له الشيطان وعندما يشغله، إنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الكريم يقول: شخص صام يوم عاشوراء وطلب منه التبرع بدم لشخص آخر وهو بحاجة للتبرع، أيهما أفضل، الصيام أم التبرع بالدم؟ إذا كان المتبرع له محتاجا إلى الدم مضطرا إليه، فإن إسعافه أفضل من الصيام. وأما التبرع بالدم في غير حالة الحاجة والضرورة، الصيام أفضل. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، بالنسبة للدم، هل هو نجس إذا سقط على الثياب وخصوصا عند الصلاة؟ نعم، الدم نجس. لما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: تغسله. فالدم نجس من الآدم ومن الحيوان، خصوصا المسفوح وهو الذي يخرج من الذبيحة وقت الذبح ويشرب من الأوداج، فإنه نجس، يغسل منه ثيابه وبدنه. نعم. هذا سائل للبرنامج لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: يا شيخ، إذا حصل معاشرة بين الزوجين بدون إنزال، هل لا بد من الإغسال لكل من الزوجين؟ إذا حصل إيلاج للفرج، إيلاج الذكر في الفرج، إنه يجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، يجب على كل منهما الغسل، وذلك بالإيلاج. وأما إذا نزل منه المني خارج الفرج هو دفقا بلذة، إنه يوجب الغسل أيضا. نعم. هل غسل المرأة يقول مثل غسل الرجل فضيلة الشيخ؟ نعم، لا فرق بينهما. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لتشمير الكم في الصلاة، هل هو جائز أو مكروه بالنسبة للرجل؟ مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا كف ثوبا ولا شعرا. بالنسبة للحركة الكثيرة في الصلاة، يأتي رجل من خلف المصلين في المسجد ويحرك أحدهما حتى يتسنى له مكان يقف فيه، وما حكم الصلاة خلف الصف فردا؟ لا بأس إذا لم يجد مكانا إلا أنه يدخل في الصف، ينبغي للمصلين أن يفسحوا له. قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بيد إخوانكم. ينبغي لهم أن يفسحوا له مكانا صلي فيه معهم. وأما إذا لم يجد فرجة ولا يمكن أن يحرك المصلين يدخل بينهم، فإنه ينتظر أن يأتي ويصلي معه، ولا يصف وحده خلف الصف، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، أنا دائما خائفة وجلة، وعندما أتذكر أحوال يوم القيامة أبكي من هذا الموقف، وهذا الخوف استمر معي حتى بدأت أخاف من كل شيء، فهل لذلك شيء وهل هذا خوف محمود؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن غضبه وعقابه أمر مطلوب، وهو نوع من أعظم أنواع العبادة، لكن لا يصل إلى حد الخوف الشديد والوساوس، إن هذا من الشيطان. إذا تجاوز إلى الخوف من كل شيء والوحشة من كل شيء فهذه وساوس من الشيطان، على المسلم أن يدفعها. نعم. تقول فضيلة الشيخ: ما هي أفضل الكتب التي يستأنس بها الإنسان ليرتاح القلب من خلال قراءتها؟ أفضل الكتب لا شك القرآن الكريم، يكثر من تلاوة القرآن وبذلك ينشرح صدره بإذن الله، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كتب الحديث الصحيحة، خصوصا الكتب القريبة مثل رياض الصالحين الإمام النووي والأربعين للإمام النووي أيضا، أربعين النووية الأحاديث النبوية، يقرأ من الأحاديث ما صح وما ألفه أهل العلم الفقيه، أهل العلم الموثوقون، ويكثر أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحليل والتكبير، وبذلك ينشرح صدره بإذن الله. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت طبيبة مقيمة بالرياض تقول: هل ما ورد في آداب قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، هل هو حديث شريف، وهل هذا إجباري حتى ضمن السكن في وقتنا الحالي والبناء، وإذا تعذر توجيه كرسي الحمام بخلاف القبلة لضرورة البناء، فما رأي الشيخ في ذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة استدبارها ببول أو غائط، الحديث والحديث في هذا صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان خارج البنيان في صحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، يحرم هذا. وأما إذا كان في البنيان الصحيح أنه لا حرج في ذلك، لأنه مستور وبينه وبين القبلة الجدار والجدران، وكان النبي وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة، وهذا داخل البنيان. نعم. جزاكم الله خيرا. لأخت الطبيبة تقول: فضيلة الشيخ، عندي وقع كثير جدا في المستوصف، وأنا أريد أن أستغل هذا الوقت وأن أتفقه في ديني، فما أفضل كتب الفقه التي ترشدونني في قراءتها؟ أول شيء العمل تطلب منك أو منك أيها السائلة تفرغ له وأداء العمل الوظيفي، فإذا كان عندك فراغ ليس فيه شغل ولا أحد من المراجعين ولا معاملات ولا شيء، فلا بأس أن تقرأ من القرآن أو من التفسير أو من الأحاديث النبوية. ومن كتب الفقه الأفضل والأقرب آداب المشي للصلاة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت: شيخ، إذا لم تستطع المرأة أن تحج لعدم وجود المحرم وليس معها مال وتوفيت قبل أداء الفريضة، هل يسقط عنها الحج؟ لا يسقط عنها الحج ما دامت قادرة بمالها على الحج، لكن لم تجد محرما وماتت قبل أن يوجد المحرم، إنه يحج من مالها، ينوب عنها من يحج ويعطى تكاليف الحج من مالها، لأنه وجب عليها وتأخرها عنه بسبب عدم وجود المحرم، فإذا أويس من المحرم فإنه يناب من يحج عنها ويدفع له شيء من المال من مالها قدر ما يحج به عنها، ولا يسقط عنها الحج ما دامت مستطيعة بالمال. وأما أنها أخرته لعدم المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لا ومعها ذو محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول الأخت: شيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، ما صحة هذا؟ الحديث قوي معروف، وهذا يدل على الحث على الحج، وكما مضى في السؤال الذي قبل هذا أنه إذا مات وقد وجب عليه الحج أنه مستطيع ببدنه أو بماله، مستطيع ببدنه وماله أو مستطيع بماله، فإنه يحج عنه بعد موته من تركته كما سبنا. الأخ السائل أبو عبد الله يقول: طلب الدعاء من الآخرين هل هو وارد يا شيخ عن الصحابة وعن الرسول؟ نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: ما أراد عمر أن يعتمر جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فلا بأس بذلك. وقد طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يدعو للمسلمين بالغيث والسقيا، فطلب الدعاء من الصالحين الحاضرين الأحياء الحاضرين أمر لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أبو مشتاق يقول: أسأل عن هذه الصلوات، صلاة الأوابين، صلاة التوبة، صلاة الرجوع من السفر، هل هي وارد
واردة؟ صلاة الأوابين صلاة الضحى، وورد أن أيضا أن الصلاة بين العشاءين أنها من صلاة الأوابين، ولكن صلاة الضحى فيها فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وفعلها صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل خصوصا بعد العشاء أو قبل العشاء وبين العشاءين لها فضل عظيم أيضا. صلاة التوبة نعم ورد فيها حديث أنه إذا تاب إلى الله من ذنب أو من معصية صلي ركعتين واستغفر الله سبحانه وتعالى. صلاة الاستخارة إذا هم بأمر ولم يتبين له المضي أو تركه فإنه يستخير الله عز وجل فيصلي ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الاستخارة المعروف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ الذي رمز لاسمه بسين عين عين يقول: شيخ، هل نتوضأ من مياه الأمطار بالنسبة للصلاة، وما الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور؟ نعم، مياه الأمطار إذا لم تختلط بنجاسة أم تتغير بنجاسة فإنها هي الأصل في التطهير. ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يتطهر بمياه الأمطار، يتطهر بمياه الآبار، يتطهر بمياه البحار، كل ماء طهور فإنه يتطهر به. وأما الفرق بين الطاهر والطهور هذا عند بعض الفقهاء أن الطاهر ما كان طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره، وأما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولكن الراجح أنه لا فرق بين الطاهر والطهور، وأن الماء ينقسم إلى قسمين إما طهور وإما نجس. فالنجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، والطهور ما خلى من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ يقول: شيخ، ما حكم السخرية بالناس والاستهزاء بهم والتنقص من أعمالهم؟ لا يجوز تنقص الناس ولا السخرية بهم ولا همزهم أو لمزهم، كل هذا من الكبائر ومن الظلم للناس. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان من لم يتب فأولئك هم الظالمون. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخ عابد ميم ميم من الرياض يقول: أنا أحس يا شيخ بأن إيماني ضعيف، فأي الأعمال الصالحة التي تقوي الإيمان ويستقيم الإنسان على شرعه؟ نعم، كون الإنسان يحس بضعف إيمانه هذا علامة خير، ولا يكمل نفسه أو يمدح نفسه. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الإنسان لا يمدح نفسه أو يزكي نفسه بالمدح، بل يعتبر أنه مقصر ويعتبر أن في إيمانه نقصا يحاول تكميله، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما صحت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وكذلك ينقص بالمعصية حتى يصل إلى مثقال ذرة كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ السائل يقول: يا شيخ، بأنني أقرأ في كتب متنوعة، ومن هذه الكتب كتاب الحيوان للجاح وألف ليلة وليلة وبعض القصص والروايات، هل في ذلك محظور وهل يعتبر ذلك من تضييع الأوقات؟ أما قراءة الحيوان قراءة كتاب الحيوان للجاح هذا كتاب أدب. نعم. ولغة عربية وهو مفيد في فنه، لا بأس بقراءته. وأما قراءة ألف ليلة وليلة وبعض القصص والروايات فهي مضيعة للوقت ولا فائدة من ورائها. إذا أراد الإنسان أن يقرأ من الكتب فليقرأ ما يفيده ويستفيد منه، كتب الصحيحة النافعة. وإذا كان لا يعرف ولا يميز بين الكتب فإنه يسأل أهل العلم عما يصلح من الكتب للقراءة وما يستفاد منها. أحسن الله إليكم. يقول: عند ختام الحفل أو المحاضرة يدعو المحاضر ويرفع يديه ونؤمن نحن الجالسين من بعده، ما حكم ذلك وما الدعاء المأثور في ختام المجلس؟ لا بأس بالدعاء في آخر المحاضرة أو في آخر الدرس ويؤمن حاضرون على دعائه، لأن هذا من الخير ومطلوب من المسلم، وهو ختام لمجالس الذكر. وختام المجلس أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك
وبحمدك استغفرك اللهم وأتوب إليك. يسأل فضيلة الشيخ أخيرا عن الأساليب وطرق الحديثة التي ترغب وتحبب الأطفال للصلاة. الأساليب حديثة وقديمة، تربيتهم على الصلاة وتعظيم الصلاة وإيقاظهم إذا كانوا نائمين وأمرهم بذلك إذا كانوا مميزين بلغوا سن التمييز. فأعظم الأساليب هو التربية على الصلاة والاهتمام بها وتعليمهم أيضا أحكامها، تعليمهم الطهارة، تعليمهم الأذكار التي تقال في الصلاة، تعليمهم القرآن الذي يقرؤونه في الصلاة. الأخت أم سامي تقول فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة تستخدم الروج والأصباغ والشعر، ما ضابط الإسراف وكيف تعرف المرأة بأنها مسرفة وخصوصا في استخدامها لهذه الأصباغ والمكياج وغيره؟ الإسراف هو الزيادة عن الحد، لا بأس أن تتجمل المرأة لزوجها وفي بيتها بالمساحيق والأصباغ التي لا محذورة فيها، بشرط لا تخرج بها إلى الشوارع وإلى مجالس الناس وتفتن بها الناس، إنما يكون هذا في محيط بيتها وعند زوجها وما تنستر به. التجمل مطلوب من المرأة إذا لم يلزم عليه فتنة ولا محذور، لكن من غير إسراف اعتدال. تقول ما المراد بكفارة اليمين ومتى تؤدى؟ كفارة اليمين هي التي قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يحفظ الإنسان يمينه ولا يحلف إلا عند الحاجة أو الضرورة، ولا يكثر من الأيمان، ولا تطع كل حلاف مهين أما جم الشائم بنميم، لأن الإكثار من الحلف دليل على الاستهانة بها وعدم تعظيمها. الكفارة هي ما ذكرها الله في هذه الآية، إطعام 10 مساكين يعني فقراء، لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف من الطعام، 15 كيلو تقسم بين 10 مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف، أو إعطاء المسكين ثوبا يلبسه، وإذا زاد معه غترة أو سراويل هذا أكمل. وكذلك فتحرير رقبة وهو العتق، عتق رقبة مملوكة، هذا أفضل الخصال. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام، أمن لم يجد فصيام 3 أيام. نختم هذا اللقاء أيضا بآية كريمة استفسر عنها الأخت الكريمة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. الآية جاءت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه. عليكم أنفسكم، يبدأ بنفسه ولا يقول الناس كلهم على هذا أو الناس كلهم وقعوا فيه يتساهل في المعصية، فليلزم نفسه أولا ثم ينصح الآخرين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس معنى الآية أن الإنسان يعتني بنفسه ويترك المنكرات في الناس ويترك النصيحة، هذا فهم خاطئ. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت مان بن عبد